تلاميذ سنة الأولى ابتدائي، السلام عليكم. نحاول الآن حل نموذج من اختبار الفصل الثاني في مادة الرياضيات. نبدأ بسم الله. التمرين الأول، ألاحظ وأكمل. هناك جدول وحدات في خانة الوحدات وخانة العشرات. كم يوجد من وحدات؟ نحسب 1 2 3 4، أربع وحدات، نكتب 4. كم يوجد من عشرات؟ نحسب العشرات 1 2 3، ثلاث عشرات. نعيد 4 وحدات وثلاث عشرات، إذن يصبح العدد 34. ننطلق إلى الجدول الثاني، نحسب الوحدات 1 2 3 4 5 6، ست وحدات. كم يوجد من عشرات؟ نحسب 1 2، إذن يوجد 12. نعيد، يوجد 6 وحدات واثنان عشرات، إذن يصبح العدد 26. التمرين الثاني، أكمل متتالية الأعداد التالية. إذن يبدأ العدد 26، بعدها أحسنتم 27، ثم 28، أحسنتم، بعده 29، يليه 30، ثم 31، بعده 32، أحسنتم 32، ثم 33، أحسنتم. نعيد التمرين، 26، 27، 28، 29، 30، 31، 32، 33. التمرين الثاني، أنجز ما يلي. نحسب 16 + 2، 16 + 2، إذن 16 نضيف له 2 تصبح 17، 18، 16 في الرأس، 17، 18، إذن نكتب 18. الحساب الثاني، لدينا 10 + 3، 10 + 3، 10 في الرأس، ونرسم 3 كريات صغيرة. 10 11 12 13، أحسنتم، إذن 13، 10 + 3 تساوي 13. الحساب الثالث، 10 - 2، 10 - 2، نرسم 10 كريات، 10 كريات، نشطب منها 2، نشطب منها 2، كم يصبح عندنا؟ نحسب 1 2 3 4 5 6 7 8، إذن تصبح 8. 10 نشطب منها 2 أو ناقص 2 تساوي 8. 8 - 3، 8 - 3، نرسم 8 كريات، هي 8 كريات، 1 2 3 4 5 6 7 8، نشطب منها أو ناقص 3، كم يصبح عندنا؟ نحسب 1 2 3 4 5، تصبح لدينا 5، إذن 8 - 3 تساوي 5. نراجع التمرين، 16 + 2 تساوي 18، 10 + 3 تساوي 13، 10 - 2 تساوي 8، 8 - 3 تساوي 5. التمرين الرابع، اكتب العدد الذي يسبق والذي يلي. لدينا العدد 38، العدد الذي يسبق 38 هو، أحسنتم، العدد 37.
37. العدد الذي يليه، يلي 38، هو العدد، أحسنتم جيد، 39. إذن 38 يسبقه 37، ثم يليه 39، تصبح لدينا 37، 38، 39. العدد الثاني 17 يسبقه أحسنتم 16، ثم يليه 17 يليه، جيد، 18. إذا نعيد، 16 17 يسبقه 16، ثم يليه 18، تصبح 16 17 18. التمرين الخامس، لدينا يقول التمرين: تملك ليلى 10 صور وأهدت لها أمها 8 صور أخرى، كم أصبح عندها؟ نعيد، تملك ليلى 10 صور أهدت لها أمها 8 صور أخرى، كم أصبح عندها؟ لون الإجابة الصحيحة، هل هو 10 ناقص 8 يساوي 2 أم 10 زائد 8 تساوي 18؟ 18. نعيد التمرين: تملك ليلى 10 صور أهدت لها أمها 8، إذن أضافت لها أو زادت لها، أضافت لها أو زادت لها أو أعطت لها، هذه عملية الجمع. إذن الإجابة الصحيحة هي إجابة الجمع، 10 زائد 8، 10 زائد 8 تساوي 18. إذن يجب أن نلون الخانة زائد 10 زائد 8. إذن هذه هي الإجابة الصحيحة. السؤال الثاني يقول، إذن الإجابة هي: أصبح عندها، إذن كم أصبح عند ليلى؟ 18 صورة، نكتب 18 صورة. وهكذا انتهينا من حل الواجب أو الاختبار. لا تنسوا الاشتراك معنا في القناة وتفعيل جرس الإشعارات ليصلكم الجديد، والسلام عليكم.